حلو على المطرح. سبيلك شنوات يا سهيلة؟ معقولة دي. تمثلي شوي حلو يعني بمحلات لانه طالبين منك كثير تمثلي حلو الاتيتود تبعك، بس وجهك ابدا ما بيعبر، جسمك معبر لانه اللي معلمك الرقص ومحركك معحركك صح، بس وجهك مش عم يتحرك مع جسمك، يعني وجهك مرعوب. والله طلعت للمسرح اصلا كنت هيك وحطيت فونتلين لانه انا ازمتيك وكنت كثير تعبانه يعني من. طب حتى اذا سخنين ليه نشترك؟ اذا كل واحد عنده مشكله ما نشترك يا اخي، خلص نفل كل جمعة حجي يا حبيبتي. قبل كان عيان قبل كل واحد عنده حجي، ما بدي اسمع الحجج. سلامتك يا سهيلة، انا مع سهيلة. انا مع الزعق، انا مع يكون انسان الانسان اللي بالنهاية بيسخن لا مش سخناني مش سخناني شو ازماتيك يعني اللي عندك اللي عندك الرجي فهم بعرف عادي بس هيك يعني ما هي كمان بتقوى زيادة على الخوف نعرف وزيادة على الخوف صح اوكي انا باخذ هالشيء باعتبار، بس يا سهيلة يعني مش سبب انه تكون قد بيرفورمانس تبعك كارثه سهيله كارثه. سلامتك هيدا، بس انه ما بدي زيد عليك. كان تركيز على الدانس اكثر من الاكت، يعني دانس واكتينج اكثر من المغنى سوري. كان في تركيز يعني كانك مبسوطه باللي اعطيك اياه الرقص الكوريغراف تبعك، يعني منفذ اللي طلبوا منك صح. وجهك والفيشل اكسبريشن تبعك ما لهم اي علاقه بجسمك، يعني جسمك لمحل وجهك محل ومغنيك محل، مغنيك مع وجهك هيك في الرعب هيك اللحظه هيك مبرز علينا. شو هلا سلامتك كاين يا حبيبتي اشوفك سنتجي تشرفنا هذه الشجره سهيله بلشت شو اسمها؟